مشاهدينا ومشاهدي في البول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 1&1. ضيفنا النهارده ضيف مختلف، دايما وكيل اللاعبين بيكون وكيل للاعيب ومدرب، لكن النهارده معانا وكيل بس هو مختص بالمدربين فقط. معانا النهارده كريم ابو سليمان، وكيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر. اهلا بيك يا كريم، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك يا حامد حبيبي، ربنا يخليك. خلال اليومين اللي فاتوا طبعا عرض اهلي جده السعودي، خلاص روي فيتوريا بعد تقارير الصحفيه في السعوديه وبالاخص صحيفه عقاد قالت خلاص ان روي فيتوريا انهى اتفاقه مع اهلي جده السعودي. ايه اللي حصل؟ عايزين نعرف منك بالظبط، هل فعلا كان في تواصل من اهلي جده السعودي معاك؟ هو بص، احنا فوجئنا بالموضوع، يعني بالخبر بعد الخبر حصل سيل من الاتصالات والاستفسارات عن الموضوع. روي فيتوريا اسم كبير في المنطقة العربية وفي أوروبا، فالطبيعي ان هو بيبقى عنده عروض كتير وبيجي عروض كتير، وجات الفترات كتير اللي فاتت جات عروض، ولكن بخصوص أهلي جدة هو ما حصلش تواصل معاه بشكل مباشر، كله إلا هو كلام الوسطاء. حاولت تتواصل مع شريكنا البرتغالي هناك وحاولوا يتواصلوا، بس حصل تواصل من وسطاء مش بشكل مباشر من نادي تمام. أهلي جدة أو إنه حد ممثل عن أهلي جدة. اسم كبير زي روي فيتوريا، آخر مدرب حصل للنصر مع بطولة الدوري، مدرب القرن في فيتوريا جيمرايش، مدرب بنفيكا، سبارتاك، فطبيعي اسم كبير في المنطقة. مع اللي حصل في السعودية من استقطاب لنجوم ومدربين وأوريدي اشتغل هناك، فطبيعي بتيجي عروض، وكان بتيجي عروض. وخصوص أهلي جدة ده ما حصلش بشكل مباشر من حد من النادي أو ممثل، كله كلام عرض، يعني هل هو يبقى في انترستد ان العرض أو لا، لكن ما فيش حاجة بشكل رسمي وكلها كلام وسطاء زي ما انا قلت لك. طب انت بتقول ان كان في عروض بتجيله دايما، طب ايه العروض اللي جات له وهو ماسك منتخب مصر؟ منتخب مصر كان برضه عروض من السعوديه، انديه كبيره، الهلال في فترات سابقه، البرازيل فيها مدربين كتير برتغاليين، فكان في استفسار من الوكيل البرتغالي شريكنا في البرتغال، وكيل مستر فيتوريا، في انديه كبيره في البرازيل. بعد ما خيسوس مشى من فنر باتش حصل برضو استفسار من بعض الوكلاء عن إمكانية أنه هو يكون متواجد لنا ولا لا في الدوري التركي، فطبيعي أنه بيجي عروض كتير. هل يعني فيتوريا ساعتها بيكون رده إيه؟ يعني هل بيكون حابب أنه هو يغير أو يعمل فكرة جديدة، ولا هو شايف أنه هو زي ما كان بيتكلم دايما في تصريحاته أنه هو عايز يعمل حاجة مع منتخب مصر؟ هي دي الحقيقة، أنه أنا بشوفه دايما، يعني حتى لما بيصار الموضوع مني او من شريكي البرتغالي، او هو ما بيبقاش فيه يعني اهتمام، مش مركز في الموضوع، تركيزه كله في الهدف اللي انا موجود ليه، حابب اكمل اللي انا بداته مع المنتخب. البدايه كويسه والحمد لله الدنيا مكمله، نتمنى ان شاء الله ان هو يحقق الهدف المرجو من يعني المشروع مع المنتخب مصر، الى جانب ان هو عارف ان هو جاي منتخب كبير. خلال بدايه المفاوضات جاله برضو عرض من نادي الشباب. خلال مفاوضات مع منتخب مصر جه عرض من الشباب السعودي، عايز اقول لك يعني كان في حدود ضعف المبلغ، لكن هو كان هدفه في اللحظه ديت ان هو يكون متواجد في منتخب كبير، من خلاله يقدر يبقى في السي في بتاعه في الكارير درب منتخب كبير، لانه انت في اللحظه ديت هو كان درب النصر، خد الدوري، فيعني حقق اكبر شيء في السعوديه، شايف لو ممكن يحقق، شايف ممكن يحقق مع منتخب مصر نقله تانية وخطوه تانية بالنسبه له. تمام. طب خلال يعني اليومين اللي فاتوا طبعا وعرض اهلي جده، هل في حد من الاتحاد اتكلم معاه؟ خاصه ان احنا عارفين ان في شرط جزائي في عقد روي فيتوريا مع المنتخب، هو الشرط الجزائي ده ايه ويتفعل امتى؟ هو ما حصلش استفسار من اتحاد الكرة، تواصل مستمر كده ما بينه وما بين كابتن حازم المشرف العام، وما بينه وما بين محمد غرابة ومدير المنتخب، فطبيعي ان التواصل ده موجود، ولكن ما حصلش استفسار، لان انت في النهايه عندك عقد ملزم ان انت لا يحق لاي طرف ان هو يفسخ الا بنهايه بطوله افريقيا 2024 في كوت ديفوار. الشرط الجزائي كام شهر؟
يعني في حدود 3 شهور. بعد يعني اللي حصل ده الكابتن حازم طبعا وكله طلع في تصريحات اعلاميه وكلم، هل في حد كلم فيتوريا اصلا يعني كلمه اتاكد منه ولا هو الموضوع ايه؟ عشان الموضوع انا خد صدى كبير قوي. انا زي ما قلت لك هو كده كده في تواصل مستمر، لان انت في النهايه عندك برضو انت داخل على اجندة الفيفا في شهر 9، فكده كده في اتصالات مستمرة. لكن بالخصوص ده انا ما عنديش معلومة عن حد. طب هو روي فيتوريا هل في عنده مثلا مشاكل نوعا ما مثلا في حاجات ادارية او حاجة المنتخب، ولا الموضوع بالنسبة له كل حاجة ماشية زي ما هو اتفق عليها؟ يعني هل في حاجات بتوع يعني كنا سمعنا في وقت من الاوقات ان كان في راح تدريب طلبوا منه ان هو اخره التدريب عشان كان في فريق درجه تانية بيلعب على استاد القاهره. بص انا والله يعني بخصوص ديت انا ما بتدخلش فيها قوي النواحي التنظيميه، ولكن انت في اي مكان طبيعي ان انت وارد يحصل بعض المشاكل او تاخير في حاجه او التنظيميه ما تبقاش متظبطه زي ما انت رسمها، ولكن مجملا لا هو يعني راضي بشكل عام عن الفتره، وده ظاهر على حتى في تصريحاته في تعامله مع اللعيبة في النتائج ظاهر بشكل كبير. يعني توري عشان يكون مدير فني لمنتخب مصر اسم كبير، عايزين نعرف ايه اللي حصل، خاصة ان الكابتن حازم امام سافر مخصوص البرتغال ليه. عايزين بقى نعرف القصة من اولها، يعني ازاي انت رشحته اصلا وحصل ازاي ان فيتوريا وافق. احنا في البداية لما تم العرض الموضوع، لما عرضنا الموضوع على كابتن حازم في البداية شاف ان يا جماعة انتوا متأكدين الراجل يعني هيجي كمان في خلال امكانياتنا دي في حدود امكانياتنا المتاحه؟ يعني كابتن حازم شاف في البدايه الموضوع صعب، يعني خطوه بدانا عملنا اكتر من زوم ميتنج معاه. الراجل ابدى استعداده، يعني انا عايز اقول لك ان كابتن حازم سافر اول يوم عيد الاضحى، سافر البرتغال لان هو كان في الوقت ده خلاص احنا متواجد منتخب مصر وفي عرض الشباب، التحرك لازم يكون بشكل أسرع. كابتن حازم صراحة يعني لبى بشكل سريع جدا وقرر، يعني أنا عايز أقول لك إن فعليا الدنيا كانت أول يوم العيد صعب جدا، توقيتات في حجز طيران كل ده كان يعني خلص بشكل سريع عشان يتواجد وينهي الموضوع معك. في وقت من الأوقات في مفاوضات حسيت إن ممكن الموضوع ما يتمش؟ أنت في كل لحظة ممكن يجي لك الشعور دوت لو أنت مش شايف الأطراف ما عندهاش استعداد، لكن انا كنت شايف يعني المجهود اللي حصل من اتحاد الكوره متمثل في كابتن حازم، وشفت من مستر فيتوريا رده الفعل ان هو حابب يكون متواجد رغم حتى العروض اللي بتيجي، كان مهتم. يعني انت طبيعي ان هو بيسمع لاكثر من عرض، لكن اهتم بعرض منتخب مصر. انا ده كان دايما مديني طمانينه ان الموضوع ان شاء الله هيخلص. طب خلال يعني المفاوضات معاه الناس كتير اتكلمت على السوشيال ميديا ان جوسفالدو فيريرا المدير الفني ساعتها لنادي الزمالك ان هو فيتوريا كلمه عشان يستطلع رايه، هل ده حصل فعلا ولا يعني؟ لا ما اعتقدش انه حصل، يعني انا اعتقد اللي هو حصل تواصل ما بينه وما بين مستر فيتوريا، اعتقد كان مستر نيلو بنجادا، اعتقد حصل تواصل بحكم ان هو كان مدير فني لاتحاد الكوره، اعتقد ده اللي حصل التواصل معاه. كان في صوره جمعتك ما بين فيتوريا وفريرا وبسيرو، طبعا الثلاثه، طبعا فريرا مدير فني الزمالك، بسيرو كان مدير فني السابق للنادي الاهلي، وفيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر. الصوره دي كانت كواليسها ايه؟ لا دي كانت خلال بطوله افريقيا للشباب اللي كانت هنا موجوده في مصر. مستر بسيرو كان جاي حكم ان هو كان المدير الفني، يعني هو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، فكان جاي يتفرج على منتخب نيجيريا للشباب بحيث ان هو يكتشف عناصر جديده، وبحكم ان هم كلهم برتغاليين يعني، فحصل اللقاء. حتى مستر فيريرا قال لي يعني واحنا بناخد الصوره قال لي انت دي لازم تحتفظ بيها، انت عارف دي فيها كام بطوله، الصوره ديت لازم تحطها في التاريخ. بالنسبه بقى ندخل في قصه تانية، ونبوشه كنت انت الوكيل للمدير الفني السابق لنادي الزمالك نبوشه، عايزين نعرف المفاوضات تمت ازاي وكواليسها كانت ايه، خاصة مع رحيل هو ما كملش فترة كبيرة مع نادي الزمالك. هو طبعا بدأت المفاوضات من بعد البطولة العربية 2017 اللي كانت موجودة هنا في مصر ما بين اسكندرية والقاهرة، حصل اهتمام من نادي الزمالك فحصل التواصل، وكان عمل نتائج هائلة جدا مع الفيصلي، صادفوا للأسف سوء حظ لأن الزمالك في الفترة ديت كان طالع من حقق بطولة الدوري 2015، بعدها شوية الأمور كانت صعبة،
فترة 2017 الزمالك كان بيبني تيم جديد بالكامل، كان جايب لعيبة كتير، أنا في رأيي إن هو اللي حط النواة للفريق اللي خد الكونفدرالية، لأن هو كان معاه بداية ناس زي نجم كبير زي محمود علاء، كان متواجد معاه في الفترة ديت مدبولي، الشامي، أحمد رفعت، رزاق سيسي، مصطفى محمد كان، ورزاق، كل ديت كانوا في الفترة دي. فأنت تيم جديد بالكامل، هو بصدفة سوء حظ، أنا مش دفاعا عنه، ولكن أنا بتكلم لأنه بعد كده حتى لما راح الشرطة العليا حقق الدوري، الصفاقسي حقق الكاس، هو متواجد دلوقتي في الأهلي القطري، حقق مراكز كويسة. أنا بشوف أنه هو صدفة سوء حظ، لأن ما خدش الوقت الكافي أنه هو يحصل الهارموني ويكمل النجاح مع الفرقة دي. طب وكان إيه رأيك في الكلام اللي كان بتردد أن يعني شخصيته مش قوية؟ في منظور خاطئ للأسف يعني موجود عندنا في مصر، إن شخصية المدرب لازم إن أنا أكون أجريسيف مع اللعيبة بشكل مستمر، أو إن أنا أكون عصبي أو بزعق بشكل دائم عشان أكتسب احترام اللعيبة. بالعكس، لا، هو شخص متوازن جدا، بيحترم اللعيبة. في النهاية أنت في منظومة عمل، يعني أنت المسؤول عنك أو مديرك أو المدير الفني، هو أنت بعلاقة بيحكمك بيها الاحترام، فأنا مش لازم أكون بشكل عصبي. فهي دي اللي يمكن اتخذت عنه، أنه هو كان بيتعامل بشكل فريندلي أكتر، هو في حزم، نوع من الحزم، ولكن مش بالشكل يمكن اللي كان معتاد المفروض يحتاجه، مش يحتاجه، أو المعتاد عليه في مصر يعني. طب أنت ما بتكلمش معاه بمناسبة أنه هو أنت وكيل، ما تكلمش عاد أقول له لا لازم تكون يعني، لا طبيعي أنت بتتكلم معاه، ولكن هو يعني أنا في الفترة دي حتى لما اتقال الكلام دوت أنا نقلت له الصورة دي، قلت له قال لي أنا في النهاية أنا بحترم إطار العمل، وفي علاقة ما بيني وبين لعيب محترف، ده المفروض لعيب كبير بيبقى في إطار التعليمات اللي أنا بديها له، التدريبات، وهو بالعكس، بدليل إن هو لعيبة كتير حتى من الجيل دوت على تواصل معاه مستمر، لأن هو علاقة طيبة بيهم لحد دلوقتي. هنرجع بقى للمدير الفني نادي الاتحاد السكندري زوران، كان ماشي كويس جدا مع الاتحاد السكندري، طلع اخبار ان هو هيمشي، لا في جلسه، لا الراجل مكمل، فجاه زوران مش، كان في كلام اللي هو في انديه في مصر، عايزين نعرف ان القصه ايه واسباب رحيله اصلا نادي الاتحاد، خصوصا اللي هو كان يعني محقق نتائج كويسه وبعد كده اداء الفريق نزل بالنتائج السلبيه طبعا اللي حصل. كوتش زوران مانولوفيتش مدرب ممتاز، سي في كبير، مدرب للوداد المغربي، وصل نهائي بطولة أفريقيا، بطل الدوري مع بلوزداد، بطل الدوري في أنجولا، وواصل نص نهائي قدام الترجي، حتى هو حظه دايما سيء قدام الترجي، اتظلم تحكيميا مرتين قدامه. بداية الموسم مع الاتحاد بداية ولا أروع، بداية ممتازة، بداية قوية. خليني من خلالك يعني أشكر مجلس إدارة نادي الاتحاد متوسلة في أستاذ محمد صبحي، والأعضاء ولجنة الكورة أستاذ أحمد عبيليت، صقية سلامة محمد البحيري. بعد يناير يمكن مع رحيل مروان وقبلها كان رحيل الحاج محمد صبحي لا ده بعدها بعد 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 الدور الثاني طبعا، ده ادى الى هزه في رايي انا في النادي بشكل عام، مش في الفريق بس. احنا حاجه يعني مروان الاول، مروان طبعا، بعد رحيل مروان عطيه طبعا في الفتره ديت، مروان احد نجوم الفرقه ونجم الفرقه في الفتره ديت، لعيب كان اللي بيروح المنتخب بشكل مستمر. مروان اتكلم مع مستر زوران قال له دي انا شايف ان ديت فرصه عمري، وانت كمدربي ووالد ليا اتمنى ان انت تكون داعم ليا ان انا الفرصه ديت، ويعني اتمنى ان انت تدعمني مع النادي ان هو ما يقفش ضد رغبتي وكده. فما من الكوتش زوران الا ان هو وافق له على يعني ما اداش اي اعتراض. مستر زوران اتكلم معاه كان متخوف على مروان، حتى لما كلمه قال له انا متخوف يعني متخوف عليك من الضغوطات في الأندية الجماهيرية زي الأهلي والزمالك. حتى مروان لما اتكلم معاه أو استشاره وكده قال له أنا يعني لازم تكون واثق إن أنت هتكون إضافة للمكان، مش مجرد إن أنا حصل الانتقال أو إن أنا رحت نادي الأهلي أو الزمالك، لازم هيكون عندك
مستوى مختلف، دوافع مختلفة، تحديات مختلفة بشكل كبير. فقالوا لازم ان انت وانت رايح لازم تكون عارف ان دي مش نهاية المطاف، دي البداية. بس ما صحوش يعني يروح نادي معين؟ لا، هو قال له لازم من اختيارك تكون واثق ان انت هتأدي بشكل مختلف، او هتكون قد المكان اللي انت رايحه، تثبت ان انت لعيب كبير وجدير بالتواجد في المكان ده. تمام. بعد كده بقى رايحين عند محمد مصلحي وعادته للنادي مرة تانية. هل الفترة دي خلت زوران يفكر ان هو يمشي؟ حصل اضطراب في النادي بشكل عام. استاذ محمد لما قدم استقالته كان بداية تذبذب النتائج، فطبعا كمدرب او كلعيب لما متحسش باستقرار فالدنيا بتبقى بتحس بصعوبة الموقف، فده ادى دي من احد الاسباب الكبيرة في رأيي برضو اللي ادت ان النتائج تتأثر بشكل كبير. استاذ محمد مصلحي خلال حتى استقالته هو كان مسافر بره مصر، رجع ما قالش لحد، يعني تواصل معنا بشكل مباشر وهو بره النادي، وطلب ان هو يقعد مع مستر زوران. قعد اجتمعنا مرة ومرتين عشان يسني عن القرار، وحتى قالها له، قال له انا بكلمك بشكل شخصي حتى يعني في حالة عدم تواجدي، حتى لو انا بره النادي انا هكون داعم ليك، انا مش حابب ان انا يعني اكون قراري ده سبب ان يخليك ان انت تطلب ان انت تغادر النادي او ما تكونش موجود او تمشي. فالحقيقة يعني انا حابب اشكره جدا على الموقف ده، لان هو في الطبيعي اي حد ممكن في الموقف ده ما يبقاش يعني مهتم بال طب هو الدعم كان مادي ولا كان دعم اللي هو معنوي؟ لا، دعم معنوي. وبعدين طبعا انت فاهم يعني هي رسالة ضمنية لما يقول له ان انا في حالة عدم تواجدي او ان انا موجود او لا، وانا وحتى بره النادي هكون داعم ليك وسبورت ليك، فدي رسالة ضمنية يعني ان هو داعم ليه في الناحيتين، الناحية المادية والناحية المعنوية. تمام. طب يعني زوران كان ساعتها خلاص مكرر من الفترة دي؟ كان مكرر يعني بعد ماتش المصري، شاف ان هو حس ان خلاص يعني اذا الدوافع بشكل كبير اتأثرت عند اللعيبة، الوضع صعب، هو متعود بشكل كبير ان هو بينافس على البطولات، متواجد في الادوار النهائية، وده حصل مع من الاتحاد. يعني انت وصول لنص نهائي كاس الرابطة، وصول ان انت كان حلم اصلا ناس رابطة ده للإدارة والجميع، يعني كان حلم كل الناس في اسكندرية ونادي الاتحاد، وصولك لدور الثمانية قدام بيراميدز، والسيناريو اللي حصل ان انت حتى سيناريو كاس الرابطة وسيناريو كاس مصر، سيناريو صعب ان انت يعني في قدام ماتش بيراميدز في دور الثمانية في كاس مصر، الجون يجي من في اخر دقيقة في الوقت بدل الضايع، فبعد ماتش كبير وماتش سجال، فكان سيناريو صعب. وبرضو ان انت تخسر بالبلانتيات بعد ماتش صعب قدام سيراميكا، فده طبعا بيأثر بشكل كبير على الدوافع الهي يعني للاعبين والمدير الفني. طبعا روح بقى نقطة تانية، ودي صبر برضو، انت كنت وكيل دي صبر، كان موجود نادي الاسماعيلي، عمل نتائج كويسة جدا، بعد كده رحل دي صبر، كلام بقى كتير الزمالك، شويه بيراميدز، وفتره دعوه ان كان هيكون في المنتخب، ايه اللي حصل؟ وكل نادي ما بيحصل اي موسم جديد صبر جاي المصري جاي الاسماعيلي. لا، اقول لك سر كمان ان هو كان اقوى المرشحين قبل مستر زوران التولي الاتحاد السكندري، ولكن عقد منتخب الكونغو طبعا منتخبه كان قيمه ماديه اكبر بكتير، هي ديت هو ده اللي عطل المفاوضات. ده اللي نهى المفاوضات. فترته مع الاسماعيلي هو ايه اللي حصل يعني، والنجاح اللي قدمه مع الاسماعيلي ليه ما كملش مع الاسماعيلي اصلا؟ فتره الاسماعيلي طبعا كانت فتره ممتازه، هو غادر الفريق بنهايه الدور الاول، كان جايب براتب ضعيف جدا. ضعيف جدا. حصل عروض كتير في الفتره ديت، التواصل مصر ولا بره مصر؟ كانت بره مصر. كان بره مصر من مين؟ في الفترة دي كان في أندية مغربية، يعني كان لأنه اشتغل في الوداد، في كلام تاني في الفترة دي من الوداد، منتخبات بدأت تتكلم أنه يكون موجود، هو كان حابب يكمل في الإسماعيلي. تواصلنا مع إدارة الإسماعيلي أنا والشريك خالد سليمان، تمام، أن احنا ياريت نكون في جلسة يعني نحاول من خلالها نقرب وجهات النظر، أن يكون في هو كان طبعا عايز مرتبه يزيد عشان بالظبط عايز مرتبه يزيد عن الفتره ديت،
وهو قال قال يا جماعة أنا يعني مش طالب أقارن يعني أقارن الـ بالعروض اللي جاية، ولكن أنا حابب أتواجد في الإسماعيلي، حابب أكمل النجاح اللي أنا وصلت له. هو يعني ساب الفريق وهو بينه وما بين الأهلي فرق نقطتين، فرق بسيط. وكان أصلا يعني يعتبر آخر فترة الإسماعيلي فيها أدى يعني موسم كان قوي. موسم كان يعني الدور أول كان هيك. آخر ماتش ليه كان أعتقد ليش ذاكرة كان قدام الرجاء المطروحي، كان كسب 5. هنروح لملف الزمالك. طبعا أنت كنت جبت البوشة لنادي الزمالك، وفي كل تغيير مدير فني بيبقى فيه ترشيح مدربين منك، بس في الآخر ما بيحصلش إن هو يبقى مدير فني بالظبط. فهناخد كده من باتشيكو الولاية التانية، كنت انت ساعتها كان المرشح ايفان هاتشك. ايفان هاتشك التشيكي بالظبط، كان وقتها هو اللي حصل وانت عرضته ازاي، وكان في مفاوضات وايه اللي خلى الموضوع ما يتمش. بدا الكلام مع ايفان هاتشك، هو كان في الفتره دي ترك الولايه الفنيه للنادي الفوجيرا الاماراتي. قبلها طبعا هو اسم كبير، حقق الدوري مع شباب الاهلي اكتر من مره، المدير الفني المنتخب التشيك، اسم تدريبي كبير يعني. اللي حصل ان احنا حصل اجتماع وتم الزوم، و كان زوم ما بين مين ومين؟ كان زوم في تواجد امير مرتضى و على ما اتذكر كابتن اسماعيل يوسف وكابتن فاروق جعفر. حصل الحديث في كل الجوانب وكان في استعداد. معلش هو الحديث بيبقى الجوانب في ايه بالظبط؟ يعني الناس بتبقى عايزه بتفهم، هو الاداره لما بتيجي تعاقد مع مدير فني بيتكلموا في ايه؟ يعني بتبقى الاسئله في نوعيه ايه؟ بيبقى راتب ولا في حاجات شخصيه وحاجات لا في البدايه طبعا ما بيبقاش، يعني اكيد مش بتتكلم في النواحي الماديه الاول، انت بتشرح يعني الاداره بتشرح طبيعه الفريق ووضعه، فبيتم سؤال المدير الفني عن طموحه وايه اللي يقدر شايف بالفرقه المتواجده او بالعناصر ديت، ايه اللي ممكن يكون متاح، بيتم سؤاله في فكره يعني فكره التدريبي، النواحي اللي بيفضلها، بيبقى طبعا عنده هو بعض الاسئله عن نظام النادي، طبيعه حاجات معينه، دي بتبقى في البدايه. بعد كده في مراحل تانية بيتم بقى التطرق ما بين يعني كوكيله والاداره عن النواحي الماليه، هو في النهايه بيجي يعني بيقبل بيها او ما بيقبلش. فهو ده بشكل عام بيبقى إطار الاجتماع. حصل مفاوضات مع الزمالك. حصل مفاوضات مع الزمالك، وكان أنا كنت يعني هو أبدأ اهتمام بالعرض واستعداده للتواجد، ولكن أعتقد في الفترة ديت ظهور اسم جيمي باتشيكو تاني، الإدارة فضلت بحكم تواجده في الزمالك فترة ومعرفته بالدوري، وأنا أعتقد كان دي الفترة ديت قبل نص نهائي بطولة أفريقيا، أعتقد هو ده اللي رجح كفة جيمي باتشيكو. بس كان الزمالك مخلص معاكم الاتفاقات المالية وكل حاجة؟ لا كان يعني كنا بدأنا نتكلم في النواحي المادية، لكن يعني في لحظة الأمور تعطلت. قبل تولي أوسوريو مدير الرحالي لنادي الزمالك كان أوسكار جارسيا الأسباني، كان كنت أنت برضو اللي مرشحه، وبرضه المفاوضات ما تمتش. ايه اللي حصل؟ خاصة انا عرفت ان انت كان في ميتنج زوم، كنت انت وكابتن احمد حسام ميدو وامير مرتضى منصور. ايه اللي حصل بالظبط وايه الاسباب اللي هو ما يجيش؟ بالنسبة لأوسكار جارسيا فعلا حصل الاجتماع، هو كان اسم مرشح مع الالماني هايكو هيرليش. اللي هو كان جه هنا مصر ومشى. فحتى لما هو مشى رجعت المفاوضات تاني مع أوسكار جارسيا، حصل اختلاف كانت النواحي الفنية. من أول اجتماع ما بين كنتوا الأربعة كان الكلام في إيه أصلا؟ كان الكلام بشكل عام طبيعة النادي في الوقت دوت، إن النادي كان الأداء مش أفضل حاجة خلال الموسم ده، مش أفضل شيء. فإحنا كان الحديث من طرف كابتن أحمد حسام ميدو وأمير مرتضى ان احنا في مرحله بناء للفرقه بشكل كامل، فمحتاجين مدرب بدوافع مختلفه، عندنا فكر ان احنا نبني الفريق للموسم الجديد. ما كانش في طلبات لاي حاجه للموسم الحالي؟ لا ما كانش، كان طبعا في طلبات ان هو كان يحقق مركز تاني او يكون
متواجد بطولة دوري الأبطال. تم اختلاف في بعض النواحي المادية حكم الدولار، لا اليورو، العدد، الجهاز مثلا هو كان طالب عدد يعني معين، فالنادي لقى ان دي تكلفة إضافية، فتم ان هو خلاص هيتم مناقشة الموضوع وهنرجع، وده ما تمتش خلاص. ألمانيا هللتش كان موجود ورجع تاني، ورجع تاني المفاوضات تاني، رجع تاني في المفاوضات بقى مش بشكل فني، الكلام في الناحية المادية، طب نحاول نهرب الوجهات النظر. هو تمسك بعدد معين في الجهاز الفني بتاعه الاستاف، فبالتالي التكلفة كانت أكبر من قدرة النادي يعني التحقيقية، وده اللي نهى المفاوضة. الكواليس اللي حصلت، وبرضو بيدرو مارتينيز ما جاش النادي الأهلي، هو كان فيه اهتمام كبير من طرف النادي الأهلي بيدرو مارتينيز أنه يكون موجود على القيادة الفنية للنادي الأهلي، وبالفعل حصل تفاوض وحصل كلام. هو طبعا هو كان مع مين بالظبط؟ كان مع أمير توفيق شوية بيدرو مارتينيز، لأنه كان محقق نجاحات كبيرة مع أولمبياكوس اليوناني، طبعا كان برضو في البرتغال مع ريو أبي، كان ريو أبي كان مدرب أحمد حسن كوكا بالظبط. أنا شايف أن النواحي المادية كانت كبيرة شوية من طرف، طلباته المادية كانت كبيرة بشكل كبير، إلى جانب أنه هو يعني كان بيشوف أنه هو ممكن أتواجد في أوروبا، لو ما تواجدش في أوروبا لازم يكون العرض المادي كبير بالنسبة لي، فده اللي أنهى المفاوضات. فطبعا ده كان لا يناسب الإمكانيات اللي أهلي ساعد، لأن يعني بصراحة كان أسعار، كان طالب كام؟ 4 مليون يورو بالسنة، فمبلغ ضخم. زي ما اتكلمنا في الأول، أنت مختص وكيل المدربين فقط، كان في صفقة كده يعني النص كده، كان هو عبد الله بكري، وهو من انتقاله من نادي سموحة نادي الباطن السعودي ما كملش تقريبا شهر، ما كملش اسبوع كمان، صح اسبوع، فجأة لناف بيراميدز. هل ده كان كوبري؟ في الحقيقة هو كان كوبري. كان كوبري، هو في البداية نادي الباطن أبدى اهتمامه باللعيب ان هو يتواجد في الدوري السعودي، مع انتقال ملكية وقتها نادي الأسيوطي النادي بيراميدز، حصل اهتمام باللاعب، تم تفعيل بند الشراء خلال 24 ساعة، بعدها بيوم عبد الله وقع. أيوة، كان كوبري. انت قبل ما يروح الباطن كنتوا عارفين ان بيراميدز هيكون موجود اشتراء ملكيته وخلاص هيبقى موجود في البداية يعني في اول اسبوعين من التفاوض، ما كانش ده الفكر، بعدها على طول يعني قبل ما يروح الباطن كنت عارف لو راجع على مصر، لا يعني خلال المفاوضات انتقلت الدفع بشكل كامل ان ده. طب يعني هو يعني اتعمل الكوبري ده علشان سموحة ما يطلبش فلوس اكتر، يمكن مع غير الفلوس، لان هو كان مبلغ كبير، مش الفلوس الاساس، 2 مليون في حدود 2 مليون دولار في البداية كانت اعارة بنية البيع بالظبط، كان تقريبا 400 ألف دولار اعارة والمبلغ المتبقي للبيع يعني هو 1,600,000. تم تفعيل البند في خلال 24 ساعة تقريبا، يعني اعتقد الدفع في الاساس الموضوع، لان المبلغ كان كبير، لان في الفترة دي لو تفتكر كان فيه اهتمام من النادي الاهلي بعبد الله، كان تقريبا النادي الاهلي كان بيخلص في عبد الله وخلاص كل حاجة بتخلص، كان فيه كلام كبير عن طريق، حتى في الفترة دي كان عن طريق مستشار تركي الشيف، وتوقفت الدنيا مع المشاكل اللي حصلت بعد كده، فدخل الباطن، حصل انتقال ملكية للبيراميدز، الدنيا تم تفعيل البند. عبد الله انا عايز اقول لك ان عبد الله ما سافرش السعوديه اصلا، عمل الكشف الطبي هنا في القاهره على اساس ان هو يعني يكون جاهز لو الفريق جه معسكر لمصر. عبد الله في اليوم اللي تم بيه يعني عرض عليه الموضوع، كان رئيس نادي الباطن جه من روسيا بعد كاس العالم بتكليف ان عبد الله هيكون متواجد في بيراميدز مش في الباطن، فعبد الله رايح يقابل رئيس النادي على اساس ان هو تواجده في الباطن، فوجئ ان عبد الله احنا كنا يعني انت عندك عرض ان انت تكون متواجد في نادي بيراميدز. هو عبد الله كان رده ايه؟ عبد الله في البدايه قال لي انت اكيد كنت عارف،
قلت له انا كان عندي فكره. قال لي عندك فكره؟ يعني انت كنت عارف بس بقى. يعني بس هو اللعيب اتفاجئ للحظه، قال لا انا عايز احترف، فان هو رد فعل غريب، فما بقاش فاهم. لان انت برضو خلي بالك الموضوع صعب، لان انت في بدايه تكوين نادي بيراميدز انت رايح برضو، هو ما يعني ما كانش يعرف ان هو بيراميدز موجود حاليا، هو رايح على مجهول. انا ما اعرفش مين اللعيبه اللي موجوده. طبعا هو فجاه لعبت يعني نجوم كلهم كانوا موجودين. هو عبد الله من اول التعاقدات اللي تمت، هو اخذ مقدم تعاقد من نادي البطل؟ ما خدش، لا مقدم بعد توقيع البيراميدز خد المقدم من نادي بيراميدز. طب ونفس العقد بتاع بيراميدز كان نفس عقد البطل اللي هو الخاص باللاعب ولا لا؟ في ضعف عقد جديد. بشكرك يا كريم، ويعني اتشرفنا بوجودك معانا، وكان حوار مختلف ومميز دايما كعادتك، ويعني كان ناس ومدربين نكون موجود معاه، فكان الحوار برضه مختلف. حبيبي يا حمد، ميرسي، انا انبسطت جدا ان انا كنت معاك، بس احنا مستنيين بقى الحوار الجاي كباري اكتر. يا بقت موضه دلوقتي، احنا مش عارفين الكوري الجاي. نشكركم واستنونا في انترفيو تاني ومختلف.